بسم الله الرحمن الرحيم. معنا آخر فيديو في الانفرس اوف ماتريكس. ناخد مثال. يبقى انت عندك هنا المثال ده عطيك مصفوفة A بتساوي A B B A A B A A A. يقول لك هنا عايزين value of E and B بحيث ان انت عندك الـ E inverse تكون موجودة. وفي الحالة دي هات لنا الـ E inverse. طيب احنا قلنا ان الشرط الاساسي عشان تجيب الـ E inverse فاحنا يبقى هنا E inverse exists if and only if الديترمينانت A لا تساوي الصفر. فاحنا هنجيب الديترمينانت بتاعت المصفوفة دي ونشوف القيمة اللي بتخليها تساوي صفر، ونقول ان هي في قيمة للانفرس لو القيم دي ما بتساويش الصفر. فاحنا هنا طبعا انت ممكن تجيب على طول الديترمينانت هنا الـ A في A A وبعد كده تبسط الموضوع. يعني احنا ممكن نقول ان الديترمينانت اوف A بتساوي، هناخد العنصر ده نضرب في الديترمينانت بتاعت مش فاكر الكلمة مجعلصة شوية مش عارف انطقها. المهم دي في دول تبقى A في A بـ A سكوير ماينس AB، بعد كده سالب أو ممكن تكمل تحت سالب A في B في A. طبعا B في A هيديك AB سالب A في B فيروحوا مع بعض فيديك صفر. هنا زائد A في B في B B سكوير ماينس اي بي هيطلع معاك هنا. ممكن ناخد الاي عامل مشترك هنا اي سكوير ماينس اي بي وهنا بي سكوير ماينس اي بي. فمن هنا ده هيساوي A A سكوير بلس B سكوير ماينس 2AB اللي هي نفسها A ماينس B كل سكوير. وبالتالي احنا هنا عندنا لو احنا قلنا ان الديترمينانت بتاعت الـ A بتساوي صفر فانت هنا الـ A بتساوي صفر او الـ A ماينس B بتساوي صفر. فدول الحالتين اللي الديترمينانت بتاعت الـ A هتساوي صفر. طبعا الـ A ماينس B بتساوي صفر معناها ان الاي بتساوي البي. فاحنا هنا نقول ان الاي انفرس اكزيستس اف اي لا تساوي الصفر اند اي لا تساوي البي. لاحظ هنا ان المقدار ده بيساوي صفر لو ده بصفر او ده بيساوي ده، فعشان ما يكونش بصفر لازم يكون الاي ما بيساويش الصفر والاي ما بيساويش البي. فانت هنا بدل اور هتبقى اند، الحته دي مهمه. يعني انت لو انت حطيت هنا الاي بتساوي البي هنا او حطيت الاي بتساوي الصفر هنا فيطلع معاك بصفر، فعشان ما يساويش الصفر فلازم الاثنين دول يتحققوا ان الاي ما تساويش البي وفي نفس الوقت الاي ما تساويش الصفر. فمثلا لو الاي بتساوي صفر والبي بتساوي اي رقم تاني فكده الشرط ده ما اتحققش فهيطلع لك بصفر. فهمت الفكره؟ المهم يبقى ده الشرط الاساسي بتاعنا. طيب طبعا هنا الاي انفرس هتبقى موجوده لو الاي لا تساوي الصفر والاي لا تساوي البي، وبالتالي نقدر نجيب بقى الاي. نعمل ايه؟ نستخدم جاود جوردن ميثود. الطريقه بتاعتنا بنكتب الاي زي ما هي كده نحط جنبها مصفوفه الوحده 1 0 0 0 1 0
نحاول ان احنا نخلي دي او بعد الاوبريشن بتاعتنا نخلي هنا الاي وبالتالي هنا هتبقى الاي انفرس. اول خطوة هنشيل ده ونشيل ده، طبعا ده الفرست بيفوت، فهتضرب ده في سالب واحد وتجمعه على ده وتضربه في سالب واحد وتجمعه على ده، انت عندك اي بي بي واحد صفر صفر، سالب سالب اي واي هيديك صفر، هنا تضرب ده في سالب واحد سالب بي واي تبقى اي ماينس بي، سالب بي وبي هيديك صفر، سالب واحد وصفر هيديك سالب واحد، صفر وواحد هيديك واحد، صفر وصفر هيديك صفر، نفس الكلام سالب اي واي هيديك صفر، سالب بي واي اي ماينس بي، سالب بي واي اي ماينس بي، سالب واحد وصفر سالب واحد صفر واحد. نيجي بعد كده سيب ده زي ما هو، نيجي هنا عاوزين نشيل اللي تحته، هنضرب ده في سالب واحد ونجمعه على ده، بتضرب ده في سالب واحد تجمعه على ده يديك صفر، تضرب ده في سالب واحد تجمعه على ده يديك اي ناقص بي زي ما هي، تضرب ده في سالب واحد تجمعه على ده يديك صفر، تضرب ده في سالب واحد تجمعه على ده يديك سالب واحد، تضرب ده في سالب واحد تجمعه على ده يديك واحد. نيجي بعد كده عايزين طبعا احنا هنا واحنا نازلين واحنا طالعين بقى هنيجي نبص لده، خلاص ده مكانه صفر، فاحنا هنا هنعوز نشيل نخلي مكان البي بصفر وبعد كده نخلي مكان البي دي بصفر، فانت هنا هتاخد او هتقسم على الاي ناقص بي، وهنا في نفس الكلام هتقسم على الاي ناقص بي، وبالتالي ده يطلع معاك اي بي بي صفر، ما تقسم هنا على الاي ناقص بي هيديك واحد، هنا صفر نفس الكلام، هنا تقسم هنا على الاي ناقص بي تبقى سالب واحد على الاي ناقص بي، هنا واحد على الاي ناقص بي، هنا صفر، هنا صفر، هنا سالب واحد على الاي ناقص بي، هنا واحد على الاي ناقص بي. نيجي بعد كده نضرب ده في سالب بي ونجمعه على ده، نكبرها شوية، قلنا هنا ان انت هتضرب ده في سالب بي وتجمعه على ده، تضرب ده في سالب بي وتجمعه على ده، فده هتبقى بصفر، تضرب ده في سالب بي وتجمعه على ده ده هيبقى واحد زي ما هو، تضرب ده في سالب بي وتجمعه على ده، تضرب ده في سالب بي هيديك بي على ايه ناقص بي، بي على ايه ناقص بي، تضرب ده في سالب بي وتجمعه على ده هيديك سالب بي على اي ناقص بي. اخر خطوه نضرب ده برضو في سالب بي ونجمعه على ده، تعال على طول نعملها، انت عندك ده هيفضل زي ما هو، سالب بي زائد بي هيديك صفر، هنا صفر برضو، عندك ما تضرب ده في سالب بي تجمعه على ده، فانت عندك هنا هيبقى سالب في سالب بموجب، فده هتبقى بي على اي زائد اي ناقص بي، تضرب ده في سالب بي هتبقى بي على اي ناقص بي، تجمعها على الواحد، الواحد اللي هي نفسها اي ناقص بي على اي ناقص بي، وبالتالي هتلاقي ان البي راحت، اي ناقص بي زائد بي هتديك اي، وبالتالي اي على اي ناقص بي.
طيب هنا بتضرب ده في سالب بي وتجمعها على ده، لاحظ ان ده هتبقى سالب بي ودي هتبقى بي في البسط، سالب بي زائد بي هيديك صفر، دي هتفضل زي ما هي والباقي زي ما هو. طبعا احنا عايزين ده يكون واحد، وبالتالي ممكن هنا نقسم على الواحد بالمرة، ده لو قسمنا على الواحد سوري نقسم على الايه فده هيبقى واحد، وهنا نقسم على الايه فده هيروح هيبقى مكان واحد، ده صفر، ده لما نقسم على الايه فهيبقى كده، واللي تحت زي ما هما صفر واحد صفر سالب واحد على الايه ناقص بي، واحد على الايه ناقص بي، صفر صفر سالب واحد على الايه ناقص بي، واحد على الايه ناقص بي، طبعا ده صفر صفر ده واحد لما قسمنا على ايه ناقص بي، مش فاهم بنسى ليه اهو كده. طالما ان دي الاي فدي هي الاي انفرس، وبالتالي انا عندي هنا الاي انفرس بتساوي، ممكن هنا اخد الواحد على ايه ناقص بي عامل مشترك، هتفضل من هنا واحد، تفضل من هنا صفر، تفضل من هنا سالب بي على الاي، تفضل من هنا سالب واحد، تفضل من هنا واحد، تفضل من هنا صفر، تفضل من هنا صفر، تفضل من هنا سالب واحد، تفضل من هنا واحد، بس كده. احنا كده خلصنا الانفرس، هندخل على حاجة جديدة ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. بالتوفيق والسلام عليكم.